السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا. معكم مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ علي جمعة. طلابي الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح نبدأ وياكم درس من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس العلم. شنو معنى لفظة العلم؟ شلون يجيني السؤال بالامتحان الشهري؟ طلاب الأعزاء، درس العلم حتى يكون شرح عندك بالكامل ضروري أن تقتني ملزمتي بعنوان الأزهرية في شرح العربية بأقرب مكتبة من مكاتب ملازم الشمس بأي فرع قريب على محافظتك في العراق. هذه الملزمة تحتوي على الشرح الكامل مدعومة بشرح اليوتيوب كاملا مع حلول التمارين مع أسئلة الامتحان الشهري، فضروري أن تقتنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الدرس وياكم. شباب، شنو معنى العلم؟ هو اسم موضوع لشيء معين. بابا حبيبي، العلم هو شنو؟ هو اسم موضوع لشيء معين ويقسم إلى قسمين. القسم الأول العلم المفرد، والقسم الثاني العلم المركب. صيغة السؤال بالامتحان الشهري راح تكون على هاي الطريقة، يعني المدرس مالتك راح يقول لك بالامتحان الشهري أو بامتحان نصف السنة، بابا استخرج العلم، ينطيك جملة آية قرآنية بيت شعري، يقول لك بابا استخرج العلم وبين نوعه. انت هنا ايش راح تسوي؟ راح تذكر العلم وراح تذكر لي شنو نوع هذا العلم اللي انا ذاكر لك اياه بالسؤال. احنا مثل ما اتفقنا انه العلم هو اسم موضوع لشيء معين، يقسم العلم الى قسمين، العلم المفرد والعلم المركب. نجي ناخذ شنو معنى لفظة العلم المفرد. بابا حبيبي، العلم المفرد هو عبارة عن كلمة واحدة لا يمكن تجزئتها. هنا أنا الطالب قال الأستاذ أوقف ما افتهمت. حبيبي، العلم المفرد كلمة واحدة، يعني أنا هسه شنو اسمي؟ علي جمعة. علي، أنا اسمي علي، هذا علي لا يمكن أن أقسمه نصفين وأقول له علي متكونة من لي زائد عين، لا، هي كلمة واحدة، ما من الممكن أن تتجزأ. وضحت حبيبي؟ يلا انتبهوا وياي، واردك دائما بملزمتك وبالدفتر تعتمد على منهج التلخيص، لأن أنت راح تنسى. يلا، العلم المفرد عبارة عن كلمة واحدة لا يمكن تجزئتها. زين، هذا العلم المفرد يعرب بالحركات الظاهرة عزيزي بابا، يعرب بمن؟ بالحركات الظاهرة. شنو الحركات الظاهرة؟ الضمة في حالة الرفع، الضمة بيا حالة؟ في حالة الرفع، والفتح في حالة النصب، والكسر في حالة الجر. زين، على سبيل المثال أنا هنا أنا قلت لك حضر محمد إلى الاجتماع، حضر محمد إلى الاجتماع، استخرج العلم وبين نوعه. هاي الجملة جبت لك إياها بالامتحان الشهري حبيبي بابا، هاي الجملة أكو علم، استخرج ليها. أول شيء إحنا خلنا نعرف، خلنا نقوي مهارتنا بالإعراب. حضر فعل، هذا يا فعل، فعل ماض مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إلى حرف جر الاجتماع، اسم مجرور، يعني هنا عندي شبه جملة. طيب عزيزي، وين العلم؟ العلم بابا هذا محمد، شنو نوعه؟ علم، لازم تذكر لي مفرد. رأيت محمدا، انفصخ ونعرب، رأى فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، يعني هاي الجملة متكونة من فعل ومتكونة من فاعل. محمدا أبو جاسم شنو راح نعربه؟ راح نعربه مفعول به منصوب بالفتح. حبيبي بابا، الجملة هاي شنو نوع العلم اللي بيها؟ تقول الأستاذ محمد هو العلم، بس شنو نوع العلم؟ علم مفرد. ها، سلمت على محمد، تلاحظ الجملة تتغير من مرفوعة إلى منصوبة إلى مجرورة، تلاحظ سلم فعل ماضي والتاء فاعل. وضحت؟ يعني الجملة متكونة من فعل زائد فاعل. وضحت حبيبي؟ أنا هنا أنا عندي حرف شنو؟ حرف جر، محمد الاسم مجرور. طيب أستاذ، سؤال، يعني هذا محمد نوعه حسب ما أنت فهمتني
نوعه شنو؟ علم مفرد. وضحت باوي؟ لأن صيغة السؤال راح تكون على هاي الطريقة. استخرج العلم وبين نوعه. أنطيك جملة أنت تطلع العلم من عنده. إذا قلك اعرب فإحنا عربنا، وإذا قلك استخرج ما حاجة للإعراب. طيب ننتقل إلى العلم المركب. بابا هو العلم المركب هو شنو معناه؟ هو العلم الذي يتكون النين من كلمتين أو أكثر ويتكون من أقسام. طبعا العلم المركب النوع الأول إضافي، النوع الثاني مزجي، النوع الثالث إسنادي. هنا أنا أريدك تنتبه إلى خطأ يخطئون به طلاب المتوسطة، طلاب الإعدادية، يعني من يشوف أكو فد أقسام داخل أقسام قبل يقول لي علم مركب. طيب هذا شنو نوعه؟ من يا عمام هذا علم المركب إضافي، مزجي، إسنادي، غير لازم تتفهمني؟ انتبهوا لهذا الخطأ. يعني أنا من جبت لك جملة وبيها علم، أنت المفروض تقول لي أستاذ ترى هذه الجملة علم مركب إضافي، علم مركب مزجي، علم مركب إسنادي. تلاحظ؟ يعني ما من الممكن قبل تقول لي علم مركب ترى أقول له غلط. انتبه لي هذه المسألة. يعني هسه أنت عندك صار أربع أعلام، العلم المفرد واحد، العلم المركب بثلاثة إضافي مزجي إسنادي. لازم تعتمد على مبدأ التلخيص، وكل تعتمد على نفس الصيغة. ماشي حبيبي؟ يلا خل ناخذ الإضافي، ننتقل إلى السبورة الثانية. المركب الإضافي وهو العلم الذي يتكون من كلمتين، الأولى تسمى ماذا حبيبي؟ تسمى مضاف وتعرب حسب موقعه من الجملة، والثانية تسمى مضاف إليه مجرور. يعني ما افتهمت حبيبي بابا. العلم المركب هو اسمه مركب متكون من كلمتين، الأولى احنا شو اتفقنا عليها؟ تسمى مضافة، تعرب بحسب الموقع من الجملة، ممكن تعرب فاعل، ممكن تعرب مبتدأ، موقعها وين بالجملة احنا راح نعربها. ما بعد هذه الكلمة مضافة ليه مجرور. يعني على سبيل المثال انا عندي اسم عبد الله، عبده الله، عبده الله، ابو الفضل. تلاحظ هذني اسماء، هذا الاسم شنو؟ مركب، مركب متكون من كلمتين. ماشي؟ محمد الباقر. تلاحظ عبد الله. لما نجي نعرب جاء عبد الله، طبعا جاء هنا أنا الطالب راح يقول الاستاذ هذا جاء فعل مضارع، اقول له هوب صلى على محمد، يابا انت تسويت انت من مشكله. ترى بابا جاء فعل، هذا شنو نوع الفعل؟ فعل ماض عبده. حلو، هاي الجمله علم لحد الان انا ما اعرف شنو نوعه، مفرد لو مركب. عبد الله جملتين كلمتين لو لا؟ كلمتين. الكلمه الاولى تعرب بحسب الموقع من الجمله، صح لو لا؟ صح. فعل شنو يجي ورا؟ فاعل، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، وهو مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه. إذا أنا قلت لك استخرج العلم وبين نوعه، العلم هو هذا كليته يعتبر ماذا؟ علم مركب. سكتت، هذا يعتبر خطأ، لا تقول لي فقط مركب، لا تقول لي علم مركب ماذا؟ إضافي. رأى محمد عبد الله، رأى فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة فاعل، عبده عبد الله مفعول به وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، سلم فعل، محمد فاعل، على حرف جر، عبد الله اسم مجرور ولفظ الجلالة مضاف. أنا هنا دا أستخدم وياك طريقتين، طريقة صيغة السؤال اللي اتفقنا عليها هسه، استخرج العلم وبين نوعه، عرفنا أنه عبد الله. أها انتبه لفت مسألة، تقول لي أستاذ
عبد الله نستخرجه كلها لو فقط عبد، لا كلها الجملة عبد الله كلها تستخرجه، ماشي عيني؟ يعني هسه انا على سبيل المثال انا عندي محمد علم مفرد، عبد الله مركب بمن اضافي. وضحت هسه الفكره؟ يعني حتى تسوي انت في المراجعه علي علم مفرد، محمد مفرد، عبد الله مركب، ماشي؟ يلا نكمل المن الى النوع الثالث اللي هو المزجي، وهو عبارة عن كلمتين امتزجت معا لتكون كلمة واحدة، بس اما يكون معرب او يكون مبني. ناخذ المعرب. المعرب كيف راح يكون؟ واحنا يعني احنا شرحت انا في الدرس الماضي في درس المعرب والمبني، وعرفنا شنو معنى المعرب وشنو معنى المبني. المعرب يعني الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالتي النصب والجر. ليش يابا في حالتي النصب والجر؟ وذلك لأنه ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف في حالتي النصب والجر. حتى في سبيل أنه إحنا نبقى في داخل المادة صف الأول المتوسط، هذه الأسماء أن الموجودات بالكتاب، يعني ما متطرق لها خارج منهج الكتاب. بعلبك، حضرموت، معدكر. بابا حبيبه هو المركب المزجي هو شنو معناه؟ المركب المزجي كلمتين انضربن بخلاص صارن كوكتيل واحد. يعني هسه مثلا جيت قلت لك حضرموت، حضرموت، معدكر، بتلاحظ تحس اكو فد كلمتين، بس هاي الكلمتين مزجن ما من ممكن انا افصلهن اني. يعني تلاحظ حضرموت، حضرموت، معدي كرب، كلمتين هن، هاي الكلمتين المزجن صار كلمة واحدة. عكس من هو المركب اللي فوقنا، المركب الإضافي مثل ما احنا قلنا عبد الله، ماشي، أبو الفضل، لا هذا مركب إضافي. بس من قلت لك هنا المركب المزجي متكون من كلمتين. نفس صيغة السؤال، استخرج العلم وبين نوعه. يلا هذه بعلبك، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، ما بعد المبتدأ شنو راح يجي وراء؟ أكيد خبر. زار محمد بعلبك، ومن اللي زار؟ زار فعل، فعل ماضي مضارع أمر، فعل ماضي. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وبعلبك مفعول به منصوب. مر السائح ببعلبك، مر فعل والسائح فاعل، الباء حرف جر، بعلبك اسم مجرور بمن بالفتحة بدل الكسرة، بدل الكسرة لويش؟ لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف. مرات المدرس مالتك يقول لك ليش هنا أنا جريته بالفتحة بدل الكسر؟ ليش؟ تقول له أستاذ ما هو ممنوع من الصرف، انتبه لهذه القاعدة. ننتقل إلى المبني. إحنا اتفقنا على المبني هو شيء ثابت ما يتغير، إن عامله معاملة هذا الحائط ما يتغير المبني، ويعرب بحسب الموقع، طبعا يعرب حسب الموقع من الجملة، ويكون دائما مختوم بمن بلفظة ويه، مثل سيبا ويه، نفط ويه، خال ويه، تلاحظون انختم بمن؟ انختم بويه. اجيت وقلت لك حضر سيبا ويه، حضر من؟ سيبا ويه، حضر فعل، فعل ماضي مبني على فتح انتهت. سيبا ويه مستحيل تقول لي فاعل، غلط اذا تقول لي فاعل، لا تحفظ هذا العرب، اسم مبني على الكسر، اسم مبني من على الكسر. هسه راح تقول المحل مالته في محل رفع فاعل، رأيت سيبويه، هاي الجملة متكونة من فعل زائد فاعل، يعني فعل ماضي والتاء تاء الفاعل. سيبويه مستحيل تقول لي مفعول به، غلط ابني حبيبي، هذا مبني، الاعراب مالته ثابت، اسم مبني على الكسر. هسه تقول لي المحل، المحل مالته هو اللي راح يتغير، في محل
مفعول به، نصب مفعول به. سلمت فعل زائد فاعل على حرف جر. سيبوي اسم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. تلاحظ الإعراب المبني ثابت، مبني مبني مبني، اختلف فقط من هو المحل. هنا قلنا المحل فاعل، هنا قلنا المحل مفعول به، هنا قلنا المحل جر بحرف الجر. المركب الإسنادي هو الذي يتكون من جملة، بس هاي عزيزي انتبه عليها، الجملة اسمية أو جملة فعلية، ويعرب بحسب يعرب بحسب الموقع. بس شنو بالحركات؟ يا هي الحركات حركات المقدرة. لفظت عندي جملة أخلاقها تأبط شرًا وإجاد المولى. شوفوا هذين الألفاظ وهذين الألفاظ وهذين الألفاظ، يعني هن ذن الموجودات اللي بالكتاب اللي أكثر شيوعًا بالكتاب. فأنتم من تشوفوه هنا وأنا مين اللي الدرخ؟ يعني جملة أخلاقها تأبط شرًا، يعني أنا هسه من يجي أقول لك اسم إشارة هنا مبتدأ، جملة متكونة من جملة فعل والتاء فاعل، ها وهاي مفعول به، لا هذا الإعراب غلط. هاي الجملة كلها احنا راح نعربها. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، جملة أخلاقها خبر مرفوع بمن؟ بالضمة المقدرة. أتلاحظ عزيزي؟ زين. رأيت من متكونة؟ متكونة من فعل زائد فاعل. هذه الجملة كلها راح تكون مفعول به منصوب الفتحة المقدرة. زين، اكو هنا عندي فط بحسب الكتاب اللي احنا موجود به، اكو عندي لفظة ابو، اكو عندي لفظة ام، مثل ابو الفضل ام الفضل. هذا احنا نسميه كنية، ماشي، نوع من الاعلام كنية، ابو عباس ام عباس ابو جاسم ام جاسم، هاي احنا نسميه كنية. طيب طيب اذا قلت لك التركي العباسي الزيرجاوي المحمداوي اللامي هذين شو نسميه؟ هذا نسميه لقب، هذا نوع من انواع الاعلام. اللي اريده من عندك هسه تستخدم التلخيص عزيزي، تستخدم التلخيص. انت من راح تلخص الماده راح يسيطر عليها. اضفت لك بالملزمه كل الاسئله الوزاري، كل الاسئله الشهريه، لان انا جايبنيك للثالث المتوسط وما بعدها للسادس الاعدادي. انا هسه شرحت منهج قواعد اللغة العربية موضوع العلم بالتفصيل، حلول التمارين موجودة فيها الملزمة مع الأسئلة الشهرية. طلاب الأعزاء شكرا جزيلا ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.